خلي بالك من الترتيب قوي، وان ما يبقاش في حاجه موجوده هنا فيها اكس بتبقى محتاج توديها الناحيه الثانيه او العكس. انت دايما مهتم بكل حاجات اكس تجمعها في طرف واحد، وواي وزد، والناحيه الثانيه ده الارقام اللي هي القيم اللي ما فيش فيها ولا اكس ولا واي ولا زد. يبقى بالتالي الشكل اللي قدامنا ده كي، بعد كده واحد وواحد. المعادلة الثانية يبقى واحد ومعامل الواي هو اللي بكي ومعامل زد بواحد، اللي بعد كده واحد وواحد وكي، وأنا عايز أساوي المحددة دي بكام؟ بصفر. طيب في الحالتين الحالة الأولانية بساويه بزيرو عشان أقول الكي اللي بالقيم دي بتخليه بزيرو، يبقى أي كي غيرهم هيبقى عندك يونيك سوليوشن. والكي اللي طلعت لي بتخليه بزيرو مش هحله تاني، انا بقول لك دي قيم الكي اللي كانت مخليه المحدده بصفر، مش هحسب محدد تاني. قيم الكي اللي كانت بتخلي المحدد بصفر لا اما هتطلع لي بالاليمنت الرو اوبريشن يعني لما احل، لا اما هتطلع لي انفينيت سوليوشنز، لا اما هتطلع لي نو سوليوشن. نرجع تاني للمساله، نفك المحدده مع بعض دلوقتي. طبعا ما تنساش القاعده بتاعت الاشارات، ده بوست ده نيجاتيف ده بوست تاني، يبقى ده كي، ده في ده ماينس ده في ده، يبقى k سكويرد ماينس واحد ماينس، برضه شيل تاني الصف والعمود يتبقى لك k ماينس واحد. الجزء الاخير هتشيل برضه صف وعمود يتبقى لك ده في ده ماينس ده في ده اللي هو واحد ماينس k، كل ده في صفر. اولاني الجزء ده فيه k ماينس واحد، وده ممكن تسحب منه اشاره نيجاتيف بره تدي لك نفس القوس كي ماينس واحد، لسبب ان ده اصلا بيتحلل كي ماينس واحد وكي بلس واحد. يبقى ده بالتالي ممكن اخد نيجاتيف واحد من هنا في كي ماينس واحد، وده يبقى نيجاتيف واحد في كي ماينس واحد، بقى دول كام دلوقتي؟ طيب نكمل الحل. خد مين مشترك تاني؟ كي ماينس واحد يتبقى لك كي كي زائد واحد ماينس اثنين. معادلة تربيعية جديدة اللي هي كي تربيع زائد كي ماينس اثنين. حل المعادلة اللي قدامك دي اللي هي كي زائد اثنين في كي ماينس واحد بتساوي صفر. وفي بره من الأول القوس بتاع كي ماينس واحد. كده معناها قيم كي اللي بتخلي المحددة زيرو مين ومين؟ يبقى الكي عند الواحد وعند السالب اتنين بتخلي المعدات اللي عندك بالصفر. يبقى معناه اول خطوه في بدايه الحل بتاع المساله يبقى هقول له ليه يونيك سوليوشن لما الكي بتاخد اي قيم ريال ما عدا مين؟ ما عدا الواحد والسالب اتنين. يبقى ده هيطلع يونيك سوليوشن. واحد يقول لي طب الحل بكام؟ انا اعرف اطلعه؟ هو قال لي الكلام ده حله عند كي معينة، قال لي كي بكذا وحل بعد كده، ما قالش. فهو بس عايز منك تقول له امتى هيطلع حل واحد. المعادلة الثانية عند بي وعند سي مرة أعوض عند كي بواحد وأحل المعادلات، ومرة أعوض عند كي بسالب اتنين وأحل المعادلات. نحل كده مع بعض. لو كي بواحد هي نفس المصفوفة دي بس في جنبها علامة اليساوي اللي بره تنقل دول مرة ثانية، يبقى كأن عند الكيب واحد هيطلع لك المعادلات كل دول وحايد، والناتج اللي بره 4 ماينس 1 3، 2 زائد 1 ب 3 واللي تحت 3. جبناهم منين؟ من المسألة الأصلية، وجايب لي دول اليساوي اللي بره المعادلات اللي عندنا. هما كام معادلة دول؟ هي واحدة، فبالتالي أنت عارف ده. لو عملت R2 ماينس R1 و R3 ماينس R1 هي في الآخر معادلة واحدة، والباقي ده كله بكام؟ جميل. يعني دول كام معادلة في الأصل؟ معادلة بكام مجهول؟ يبقى بالتالي الشكل اللي قدامك كأنها معادلة تقدر تكتبها X زائد Y زائد Z بتساوي 3. محتاج أفرض كام متغير دلوقتي؟ معادله في ثلاث متغيرات، يبقى لازم اثنين انت اللي تفرض. يبقى بالتالي هفرض عندنا اي متغيرات، وليكن هفرض الاكس بالفا والواي هفرضها ببيتا، يبقى عندك قيمه الزد ده بكام؟ يبقى ده 3 ماينس الفا ماينس بيتا. كان المتغيرات الاكس والواي والزد اللي هو هيطلع انفينيت نمبر اوف سوليوشن اللي هي مور ذان 1 سوليوشن،
الكلام ده هيساوي ده الفا والثاني بيتا، وده 3 ماينس الفا ماينس بيتا. كل الكلام ده كان كويس امتى؟ كي بواحد بنسالك مين؟ كي بتساوي سالب 2، كي بتساوي سالب 2 نعوض مره ثانيه مع بعض هيبقى سالب 2 و1 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 وسالب 2 و1 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 وسالب 2. اللي بره 4 ماينس كي هيبقى ده 6، 2 زائد كي هيبقى 0، و3 زي ما هي كده 3. عايزين نحل نعمل ايه في المسألة؟ عايزين نعمل نخلي اللي تحت ده اصفار. طب عشان اخليه اصفار مرة تانية همسك ال R2 اللي هو الروت تاني ده، ممكن R2 ده هعمل بيه ايه؟ هضرب الاولاني ده في نص واجمع، ده اللي هيحصل. يبقى ده عندك دلوقتي زائد R1 على 2. هو احنا ينفع نبدل الصفوف ونخلي اللي فوق يبقى الواحد وننزل ده تحت؟ ينفع، بس عشان ما تلخبطش نفسك بعد كده وانت هتجيب الانفرس ما تقعدش تلخبط الدنيا. يبقى بالتالي لو ماتريكس موجوده بالشكل ده سيبها زي ما هي وحل عادي. طب والتاني ده هعمل بيه ايه؟ نفس الطريقه مره ثانيه، هقول له يبقى ار 3، هاخد ار 1 على 2 واجمعه عليه تحت. نحل كده مع بعض. الاولاني هي 2 زي ما هو ثاني. اضرب في نص واجمع تحت بقى ده زيرو، هيبقى ده نص وسالب 2 هيبقى سالب 3 على 2، نص 1 هيبقى 3 على 2، نص 6 3 مع الصفر يبقى 3. مرة ثانية نجمع ده زيرو، ده نص 1 يبقى 3 على 2، نص وسالب 2 يبقى سالب 3 على 2، و6 برضه نفس الطريقة نصها 3 مع 3 يبقى ده 6. لو انت بصيت على المعادله اللي تحت، لو انت جمعت الصفين الاخرى ار 2 زائد ار 3 يطلع لك سالب 2 1 1 6، وده 0 سالب 3 على 2 و3 على 2 و3 وكل ده اصفار وبيساوي 9. معادله بتساوي اصفار الناتج النهائي بتاعها 9 او اي رقم في الدنيا، يبقى معناه ان المعادله اللي قدامك دي ملهاش اي حلول. يبقى بالتالي عند كي بواحد بيطلع مور ذان وان سوليوشن، وده الجنرال فورم في المفروض بتاعته. وعند كي بتساوي سالب 2 عندك ايه؟ نو سوليوشن. واضح الكلام قدامنا دلوقتي؟ ممكن وانا بعمل عمليات على الصفوف ديت مسموح لي ان انا اخد الصف اللي تحت اخليه فوق او اللي فوق اخليه في النص، اي طريقه، بس عشان تثبت لنفسك طريقه ما تلخبطكش على طول بعد كده ما تعملش اي حاجه، ما تقلبش اي ترتيب، سيبهم بنفس الترتيب مش مشكله ان يطلع لي كذا. واحد هيقول لك بدل ما انا ضربت ده في نص وجمعت، لا ده لو كان فوق كنت هضربه في 2 واجمع. يعني واحد بيريح نفسه من خاف ان يطلع له رقم فيه كذا. الصف الثالث العمود الثالث بالعمودين الاولانيين لسه هتيجي يعني. الكلام اللي فات كله كان عبارة عن شوية الحاجات اللي بندرسها على الماتريسيز. احنا عايزين دلوقتي نربط الكلام الجديد اللي هو الفيكتور. الفيكتور ده اللي هو في الآخر عبارة عن ماتريس، بس هي ان في واحد، يعني كولوم واحد بس من الماتريس. يعني اقدر اقول ان شوية الماتريسيز اللي انا بحلهم دول كلهم ما هم الا شوية فيكتورز حاططهم في نفس المصفوفة مع بعض او في نفس الماتريس مع بعض. اكس عندي فيكتور برموز كده بيساوي A و B و C، وفي فيكتور تاني واي بيساوي الفا وبيتا وجاما، وشويه حاجات قديمه كنا بنسمع عنها قبل كده. انا لو عايز اجيب الماجنتيود او اللينث بتاع اي فيكتور احسبه ازاي؟ كان القانون بتاعنا طبعا الكلام ده يمشي على اي حاجه، مش لازم يكونوا ثلاث حاجات، يعني مش لازم يكون ده الاي والجي والكي، ممكن يكونوا خمسه. كل اللي هيحصل انت بتعمل الجذر التربيعي
وتعمل سكويرنج للكومبوننتس المركبات دي كلها. يعني ده يبقى جذر تربيع بتاع A تربيع وبي تربيع وسي تربيع. لو عايز اجيب الماجنتيود بتاع الواي هيبقى نفس القصه تاني، الجذر بتاع الفا تربيع وبيتا تربيع وجاما تربيع. في حاجه تانيه بس بنقولها باسلوب جنرال شويه، الاسلوب عام غير الكتب اللي بتوع قبل كده، حاجه اسمها الانر برودكت. ده اللي هو الدوت برودكت القديم اللي هو عباره عن الضرب المقياسي. وانت عشان تضرب اتنين فيكتورز في بعض كنت بتعمل ايه؟ الاي في الاي والجي في الجي والكي في الكي وتجمع. طب الكلام ده ليه قوانين في الماتريسيز؟ ليه قوانين سواء تتكتب بالصوره دي او تتكتب بالصوره دي. هو في الاخر القانون انك تعرف تحسبه انك هتخلي الفيكتور الاولاني تعمله ترانسبوز، فبدل ما هو كولوم هيقلب ايه؟ رو. هو كولوم واحد هيبقى رو واحد. ويتضرب في الواي اللي هي الفيكتور الثاني، كانك بالظبط الاي والبي والسي دول قلبتهم بقوا طق، فانت هتضرب طق في عمود. هي نفس اللي كنا بنعمله ولا لا؟ هيبقى الاول في الاول والثاني في الثاني والثالث في الثالث. فبالتالي الكلام ده انا لو عايز احسب قيمه اكس وواي الانر برودكت بتاعهم بكامل اللي هو الدوت برودكت القديم، هيوصل ان الكلام اللي قدامنا ده عباره عن اي بي سي بعد ما عملتهم ترانسبوز فالفا وبيتا وجاما. اللي هي بكام القيمه دي في النهايه؟ حاجه واحده اللي هي كام تاني؟ ايه بالفا والبي في البيتا والسي في الجام. شوف الرقم ده بكام، يبقى ده الانر برودكت. طب مش كان كمان الدوت برودكت ده ليه قانون ان هو ماجنتيود؟ لو بعمل A دوت B مش كان A B كوزين ثيتا؟ طب لو عايز اجيب كوزين ثيتا اجيبها ازاي؟ لو الA دوت B انت عارفها وعارف ماجنتيود الA لوحده وماجنتيود الB لوحده اقسمهم الثلاثة على بعض وطلع الثيتا. طب ما هو بالظبط نفس القصة تاني، مش ماجنتيود X وماجنتيود Y بنعرف نحسبهم كل واحد لوحده والانر برودكت لوحده؟ يعني بالتالي لو مطلوب مني ان انا اجيب كوزاين ثيتا دي بكام او الثيتا بمعنى اصح اجيبها بكام، هي الانر برودكت اللي ما بين الاكس والواي مقسومين على ماجنتيود الاكس وماجنتيود الواي. مش ده اللي هيطلع؟ يعني في مساله زي دي لو انا عايز اجيب كوزاين ثيتا، ده كوزاين ثيتا يساوي كام؟ اولا x دوت y اللي هي ال a في الالفا وال b في البيتا وال c في الجاما مقسومين تحت على الجذر a تربيع و b تربيع زائد c تربيع، كانوا مضروبين في الجذر بتاع اللي هو الماجنتيود بتاع ال y، الفا تربيع وبيتا تربيع وجاما تربيع. اصبح ده كله لو عملت له كوزين انفرس هو ده عباره عن الثيتا اللي هي الزاويه ما بين ما بين التو فيكتورز اللي بتتكلم عليهم في السويت. واضح الكلام ده لغايه هنا؟ هو ايه لفت موضوع اكس ترانسبوز دي اللي جاي؟ ده قانون انك تعرف تحسبه ازاي بقوانين الماتريسيز، يعني ازاي تعرف تضرب دلوقتي فيكتور وفيكتور تضربهم في بعض. بس انا كده اضرب الاول في الاول والثاني. هي هي الكلام القديم. طب في القانون كان في نقطة مهمة الناس تركز معايا تاني دي. لو الثيتا كانت ب 90 كنت بتعمل ايه؟ لو متعمدين. لو الثيتا ب 90 يعني الكوزاين بتاعها بصفر، يعني الاثنين متعامدين مع بعض. فانت بتقول ان المتجهين هيطلعوا متعامدين لو الانجل اللي بينهم بكام؟ الانجل ما بينهم ب 90 يعني الكوزاين بصفر، يعني الدوت برودكت هيطلع اصلا بكام الاول؟ وبالتالي لو هي دلوقتي مطلوب مني ان انا اتشيك اي اثنين فيكتورز هم متعامدين على بعض ولا لا، كل اللي هيحصل ان انا احسب الاكس والواي اعمل لهم انر برودكت واشوف ده هيطلع زيرو ولا لا. لو طلع زيرو بقى اسمه ايه؟ بقوا اسمهم بقى المتعامدين دلوقتي بالنسبه لنا بقى اسمهم اورثوجونال. فالحاجات بتاعه الماتريسيز والفيكتورز دلوقتي اي حاجات متعامده بنسميها ايه؟ اورثوجونال. بعرفهم ازاي تاني؟ هعمل الدوت برودكت ما بين الاثنين واساويه بكام في النهايه؟ بالصفر. Thank you.
ما زلنا في نفس المواضيع بتاعت الفيكتور اللي احنا عرفناه لغايه دلوقتي. عشان تركز معايا، الكلام ده جه في المستر المثال اللي فات والناس غلطت فيه اصلا. الكلام التافه ده عرفنا نجيب ماجنيتيود، وعرفنا نجيب انر برودكت بتاع اي فيكتور، وعرفنا نجيب الزاويه اللي بينهم، وعرفنا امتى نقدر نقول عليهم اورثوجونال او لا. ده اللي احنا قلناه لغايه هنا. طيب موضوع تاني برضه معتمد على الفيكتورز دي كلها، بس هيدخلنا في الشغل بتاع الماتريسيز دلوقتي. انت عايز تعرف مجموعه المتجهات اللي عندك هم لينير اندبندنت ولا ديبندنت، يعني هم المتجهات دي مستقله عن بعض ولا معتمده على بعض. هو بالرسم كنت بتعرف ازاي؟ اولا لو ده الاكس وده الواي، دول متعامدين ومستقلين عن بعض. طب لو ده الاكس وده الواي، هما مش متعامدين بس مستقلين عن بعض. طب لو ده الاكس وده الواي، ولا متعامدين ولا مستقلين عن بعض، يبقى دول ديبندنت، دول كده معتمدين على بعض. فهو بالتالي احنا عايزين نوصل بقى ازاي بالمعادلات الرياضيه نعرف نعبر عن اي مجموعه منتجات هما معتمدين ولا مستقلين عن بعض. بعمل الكلام ده ازاي؟ اولا عشان تعرف ان هي معتمدين او مستقلين عن بعض، وكلمه لينير اللي في الاول كمان ليه بنكتبها لينير كمان تماما، هي المتجه لو انا كتبت سي 1 في المتجه الاولاني وسي 2 في المتجه الثاني، لو ده اكس 1 وده متجه ثاني اسمه اكس 2، وسويت الكلام ده بصفر، ركزوا معايا قوي في ده. دي بسميها الجزئيه دي كده، دي اسمها لينير كومباينيشن ما بينهم. يعني ايه لينير اللي انا ما قلتهاش لسه لغايه دلوقتي؟ معناه انك اخد كل متجه وكل واحد فيهم اس كامل، اس واحد. يبقى ده كده بنتكلم ان دول لينير كومباينيشن، يعني دي تركيبه ما بينهم كده كل متجه فيها مفهوم اس واحد. امتى المجموعه اللي اسمها اكس واحد واكس اثنين دول يكونوا هما الاثنين مستقلين عن بعض او معتمدين على بعض؟ قال لي لو انت ضربت ثابت في الاولاني ضربت ثابت في الثاني وحليت المعادلات دي، لو طلع سي 1 وسي 2 بصفار تقدر تقول ان هما الاثنين دول اندبندنت مستقلين. يعني ايه سي 1 وسي 2 بصفار؟ يعني اكس لا يعتمد على اكس 1 لا يعتمد على اكس 2، ولا اكس 2 بيعتمد على اكس 1. طب افرض ان سي 1 وسي 2 طلع لهم حل، يبقى معناه ان المنتجات اللي موجوده قدامك ديت ايه؟ ديبندنت، يعني معتمدين على بعض. هتقول لي ازاي؟ لو قلت ان هنا في الشكل ده y بتساوي 1 على 3 في x، هو ده شبه اللي احنا بنتكلم عليه هناك؟ شبه المعادله دي، شبه دي، شبه ايوه. فدلوقتي ده الناحيه الثانيه بقى y ماينس 1 على 3 في x بيساوي 0. يعني وصلت لايه؟ وصلت ان الثوابت اللي موجوده دي لو ليها قيم يبقى معناه ان الاكس والواي في علاقه بتربط ما بينهم. طب لو سي 1 وسي 2 دول كانوا بصفار، يبقى مفيش اي علاقه تربط ما بين الاكس بالواي، مفيش اي علاقه تربط ما بين اكس 1 واكس 2. فبالتالي عشان كده انا بقول لك احنا بنحل المعادلات دي واطلع قيمه مين ومين دلوقتي؟ سي 1 وسي 2 طلعوا بصفار هما الاثنين، مش واحد وواحد، لا الاثنين بصفار، يبقى اذا هما اندبندنت، يبقى المنتجات دي مستقله عن بعض. طلع اي واحد منهم بقيمه او كذا حاجه بقيمه يبقى هم اسمهم ديبندنت، يبقى معتمدين على بعض. الكلام ده بقى نخليه بصوره احسن شويه. هو سي 1 في اكس 1 سي 2 في اكس 2، هنكتب بس في الجزء الاولاني ده. ايه علاقه الرسم اللي احنا رسمناه هناك بالديبندنت والديبندنت؟ بفهمهم لك بالرسم يعني ايه اندبندنت وديبندنت. جاي بقى منين؟ هو الاكس ده والواي، الواي ده ينفع تقول بيساوي كذا اكس؟ عاملين زاويه، في زاويه ما بينهم، بس اقدر اقول ان الواي بيساوي 3 اكس او بيساوي سالب 2 اكس؟ حدد على اساس ايه؟ ما هو متجه في الفراغ اهو، هو اتجاه ده هو اتجاه ده، فبالتالي ده اصلا اتجاه بقيمه معينه وده اتجاه تاني بقيمه تانيه، يبقى غير م...